والملائكة خلق من خلق الله مخلوقون من نور. قال الله عنهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي أصحاب أجنحة. ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا كثيرا، رأى جبريل عليه السلام على كرسي في السماء قد سد ما بين المشرق والمغرب، له عليه السلام أي جبريل 600 جناح، له 600 جناح، هذه أجنحة جبريل مخلوقون من نور. فإذا أحد الملائكة عليهم السلام 600 جناح له ويسجد على السماء واحد منهم، والله يقول عن ملائكته: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي رواية: خفقان الطير 700 عام، أي أن ما بين شحمة أذن ذلك الملك وما بين عاتقه، لو أن الطير أراد أن يقطع أن يقطعها المسافة يقطعها في 700 عام، هذا واحد من الملائكة. فكيف لا تئط السماء وعليها هؤلاء الملائكة؟ وهذا أحد حملة العرش، مع العلم أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وعظمت قدرته غني كل الغنى عن العرش وعن حملته، غني كل الغنى عن العرش وعن حملة العرش.